سلام، هذا عمر عنده 15 سنة. كيفاش قدرت حتى نتعرف عليه؟ كملوا لا فيديو من الاول حتى الاخر باش تفهموا. الناس اللي متبعيني من شحال هذي هيكونوا عارفوا هاد الدري. الدري ميدو صاحب داك الدري عمر، كان بان معايا في واحد لا فيديوهات اللي قبل، واتصل بيا قال لي اسامه رانا مشيت لاكادير، قال لي راه كاين واحد الصديق جا مدينه اسفي، غنخلي لك الكونتاكت ديالو واذا كانت شي خدمه عيط ليه. داكشي اللي درت الاخوان انايا، اتصلت بهاد عمر وتواصلت معاه وراني البلاصه اللي كاين فيها ومشيت جبته منها. بحكم كاين واحد البريكول مشيت عيطت للاخوان، عرفني على راسه وقلت لي فين كنتي قبل، قال لي كنت في طنجه كناك ريسكيو وجاونا مدينه اسفي. المهم سولت الاخوان قلت لي واش عارف هذا البريكول اللي غنمشيو ليه شنو هو، قال لي ما كاينش مشكل اي خدمه كانت مرحبا مهم يكون حلال. كنا حنا اربعه ديال الدراري معاونين على هذا العود ديال الحمام. هنا الاخوان بدات كتصب الشتا شويه، تزادت علينا تماره، راكم عارفين العود من كيتصب عليه الشتا كيتقال. المهم جينا تغدينا بداكشي اللي قسم الله، واخا عمر في الاول كان حشمان الساعه بقينا مع الاخوان حتى ولف. من بعد ما تغدينا مشينا ارتاحين شويه، وراكم عارفين هادشي راه فيه تامر بزاف، ما جاش الاخوان من 10 الصباح وانت خدام حتى ل 10 الليل. درنا حنا نتلاقاو مع ديك الرباط العشيه ونكملوا الخدمه ديالنا. اخوان غير واحد النصيحه ما فيها حتى شي باس، الا بان لكم شي واحد ماشي ولد المدينه ولا ماشي واحد ماشي ولد البلاد ما فيها حتى شي عيب تهلاو فيه، وراكم عارفين هاد الايام كاين الشتاء والبرد، اي حويجات غير داكشي اللي قسم الله. وكيف ما كتعرفوا الرسول صلى الله عليه وسلم وصى على عابر السبيل، الله يكون في العون الناس اللي مغربين على بلاداتهم، خصوصا الناس اللي ما عندهمش الوراق، راكم عارفين التكرفيس اللي غيتكرفصوا في هاد الشتاء والبرد، والله معاهم والله ييسر الجميع. هادكشي اللي قدينا عليه الاخوان حنا راه كنديروا. والله الا راه كاينه تامه راه اقسم بالله حتى حاجه ما ساهله، ولكن تبارك الله اناضي الله يعطيه الصحه. ضربنا النص في ديك العود وريحنا ارتاحينا مع راسنا ومشينا صلينا صلاه المغرب وعاودنا غنرجعوا للخدمه. ودابا نجمعوا النوضه ونوضوا نكملوا للسيد الخدمه ديالو. الصراحه السيد ناضي ماشي من داك النوع اللي باغي ياخذها بارده في ستوبات، جاي راجل باغي يبقى راجل هنا، والحمد لله فين ما كانوا الرجال راه حنا كنكبروا بهم وكنزوهم فوق ريوسنا. ياك غير انا بعدا حنتني في العود كيدور مع الخدمه، اللهم بارك. وان شاء الله فيما كانت شي خدمه ولا شي بريكول نعيط ليه ديما، حيتاش يعول عالي كاع ما يحشم بيه. وكيف ما شفتو الخوت درويش وساكت ما باغي والو، باغي غير طرف ديال الحلال بحالنا. عرفت الاخوان فكرني في شحال من واحد ولد البلاد ولا ولد دربنا تخربق على الطرف ديال الخبز وعلى قله الشاي، والله يدير شي تاويل وتقاد الوقت وما بقاوش محتاجين ديك الفكره ديال قطع البحر باش تعيش. كنتمنى من الله تقاد الامور وتزيال الوقت نوليو حتى حنا خدامين في بلادنا معززين ومكرمين، واخا هادشي صعيب مي رجعنا في الله سبحانه وتعالى ويكون خير ان شاء الله من القدام. وسمحوا لي اللي كثرت عليكم. من بعد ما سالينا الاخوان دخلنا حنا والدراري اللي كانوا خدامين معنا الحمام، تحمحمنا مع راسنا وجبت لي الاخوان حويجات على قبل البرد، راكم عارفين هاد الايامات راه كاين الشتا كيف ما قلت لكم. عرفت الاخوان من بعد ما تحمحمنا يلا حسينا براسنا بنادم، مع كنا متقلين بداك الغبره ديال العود، ولكن هاني يا الاخوان المهم فيما كان طرف ديال الخبز الانسان يمشي يقلب عليه. احنا الخوت بحال كاع ما كنا في داك التماره النهار دايز باش ما طله، غير الانسان يقلب ويعدي باش ما حتى يجي محسن. الحمد لله داز الامور على ما يرام، عطينا هذاك الشيء اللي قسم الله ومشى فرحان على خاطره، وقال لي فيما كانت شي خدمه ولا شي بريكول عاود عيط ليا. عرفتو غير خرجنا من الحمام حصلتنا الشتا، مشيت معاه باش نشد لي طاكسي مع مسكين ما عارف حتى شي بلاصه في اسفي، وريتو واحد بلاصه كيسكنوا فيها بزاف ديال الافارقه ديتو باش يمشي انستالا معاهم. ديان ها ديان عرفت الاخوان حصلتنا الشتا دابا والطاكسي ما بغاش يوقف لينا، والله الا الطاكسي ما بغاش يوقف تحسنوا والله، وبغى يوقف لينا حتى شي طاكسي والله ما بغى يوقف، اكثرين ديال الطاكسي كتلقاو معامرين. هنا الاخوان تواعدت معاه والسيبور ديالكم هو اللي كيخلينا ندير لي فيديو بحال هكا، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. راه نخلي لكم لين ديال الانستغرام، راه كنخلي فيه لي ميني فلوغ. تهلاو.